انكسار الثامن للترجي مع ديمورايز مقابل هزيمة واحدة ونهاية المباراة. يصفر الحكم ماهر الحرابي 4 أهداف مقابل هدف للترجي الرياضي ضد الملعب التونسي. وعبد الرحمن لك الكلمة. هيكل بالطبع بعد النقل الاستجوابات لأسعد الدريدي الملعب التونسي باللغة الفرنسية با دي ميليتي رغم الهزيمة. أكيد اللي مقدمنا اللي عندنا الكل كي تلعب معناها 45 مينوت تاع ديزيميتون كاملة ديس ضد فريق كيما الترجي الرياضي التونسي اكيد باش تعمل لي زيرور. واليوم معناها الملعب التونسي ما كانش يستحق معناها الهزيمه الثقيله هذيا. مالوريزمون عطينا اللي عندنا الكل. برافو للملاعبيه سيتو على تادي سبري وعلى الكره اللي لعبناها. فسخ عاد من جديد ان شاء الله الجمعه الجايه نرجعوا للانتصارات. الترجي شنو يتغير في الشوط الثاني باش مشى للنجاح القصوى؟ اكيد دخول دراجي، لكن بالنسبه لنا احنا خروج اليكس هو اللي عمل الفارق اليوم. شكرا لك الاسعد. مباشره المدرب جوزي ديمورايش. ليكيب اجوردي ا اليي ريزولتا اي مانيير. Oh, c'est toujours plus facile quand tu as un score un peu plus élevé de jouer avec un petit peu de tranquillité. Les matchs sont défilés, il a toujours l'obligation de gagner, donc il a toujours un peu de pression. Dès que la pression n'est pas là, l'équipe sait jouer, l'équipe sait gérer. Mais même avec la pression, je pense que la manière était extraordinaire. Ils ont fait un premier mi-temps de qualité, ont créé beaucoup d'occasions. Deuxième mi-temps, on a su gérer la situation jusqu'au 2-1. Et après, le troisième but était un but extraordinaire, mais c'est parce que le Stade tunisien, c'est toujours une équipe difficile de battre, qui s'organise et qui travaille, qui ont fait des bons résultats dans les derniers matchs. Donc, félicitations pour le joueur et pour l'équipe. Le retour de Daraji. Oui, il a joué aujourd'hui. Je pense qu'il va faire son premier match titulaire avec moi dans le prochain match. Et j'attends toujours beaucoup de choses de Daraji parce que Daraji, c'est un joueur que je connais, qui a beaucoup de qualité. Il est en train de revenir. Merci. معنا كذلك سامح الدربالي ايضا معز بن شريفيه. سامح ساهمت في الهدف الثاني، عدت من بعيد بعد قبول الهدف الاول. صحيح، الحمد لله. ولا حاجة على الانتصار، انتصار مهم برشا بالنسبة لنا، ديما يخلينا في ثلاثي طالع. ميتون الأول كان صعيب برشا ومعنا وما لقيناش فيه اللعب اللي نحبوه، قبلنا هدف صعب علينا شوية مأمورية. الحمد لله ديزيام ميتون يظهر لي كنا في طريق مفتوح وخلقنا برشا فرص ولعبنا حدنا كرة لوطة ولعبنا الكرة اللي نعرفوها. انتصرنا ويظهر لي أحسن بروفة باش نحضروا بها ماتش المريخ إن شاء الله. تشامبيونز ليج بطولة معناها وضعية تاع برشا تركيز. صحيح، يظهر لي مستنسين باللي سيتياسيون هذوما معنا كوب دافريك وشامبيونا. توا يظهر لي نطوي صفحة الشامبيونا، عندنا ماتش امبورتون برشا بالنسبة لنا، شامبيونز ليج أهم برشا من ماتشات البطولة. لازمنا نكونوا مركزين كما يلزم إن شاء الله، وبعد البطولة اللي حديث آخر إن شاء الله. شكرا لك سامح. معنا كذلك معز بن شريفية. ساعة قداش مدة الابتعاد عن الميادين؟ والله شو نقول لك، معناتها قبل كل شيء معناتها بعد الحمد لله على كل شيء. ان شاء الله قدرة ربي معناتها مدة الراحة تتراوح بين معناتها 8 ايام و 12 يوم. ان شاء الله قدرة ربي واحد يبدا حاضر 100%. كاو معناتها واحد قدر الله وما شاء فعل. ان شاء الله معناتها الجاي خير وديما تراجي معناتها لاباس. كاو ان شاء الله. اليوم مردود كبير في الشوط الثاني كوتشينغ من جانب ديمورايز. والله الحمد لله، انا قلت لك معناتها لو متعمد الماتش ما عملناش كيما يلزم يمكن معناتها ريزلتا نتاع كلوب افريكان هبطنا في المقابلة. اكثر كونسونتري ما تخلناش المقابله كيما يلزم، نتساوى معناتها رياكسيون كبيره من الاولاد. دخول دراجي كيف عطى حيويه كبيره في وسط الميدان. الحمد لله معناتها المده هذه كل اللي يدخل واللي يلعب تيتولير معناتها عادي، تلقى واحد لعب تيتولير الماتش الجاي تلقاه يلعب معناتها كرادان. نتساوى معناتها ليسونسيال حقنا فيه 3 بوان اليوم، واللي بيه الفائده ان شاء الله تراجي ديما لاباس ان شاء الله. شكرا لك معز. عوده ليك هيكل كذلك. انيس في الاستوديو التحليلي. العودة مباشرة إلى أنيس المجري، لطفي القادري وشكر الزعلاني لتحليل هذه الفترة الثانية من مباراة الترجي الرياضي والملعب التونسي ونهاية هذه المقابلة من الجولة 24 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لك الكلمة أنيس. شكرا لكل الزملاء اللي امنوا هذا الربط المباشر. انتصار عريض كما قلنا للترجي الرياضي التونسي على الملعب التونسي، رباعيه كامله مقابل هدف وحيد للملعب التونسي اللي افتتح النتيجه عن طريق اليكس سوميا، واربع اهداف للترجي سجلهم كل من اليعقوبي، الدراجي، الشعلالي، ويانيك 45 دقيقه ثانيه.